استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مكتبه بقصر القضيبية اليوم معالي الدكتور ابراهيم الجعفري وزير خارجيه جمهوريه العراق. الجعفري يزور مملكه البحرين حاليا المشاركة في اعمال الدوره الاولى للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الهندي الذي يعقد في مملكه البحرين، وقد تناول اللقاء بحث مختلف الجوانب التي تساهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدا سموه ان مملكه البحرين تقف مع كافه الجهود الهادفه الى محاربه الارهاب والتصدي له لما يشكله من خطر على المنطقه والعالم. العالم. متمنيا للعراق الشقيق المزيد من الامن والاستقرار والتقدم والازدهار من جانبه شكر الدكتور ابراهيم الجعفري وزير الخارجيه العراقي سموه على استقباله وترحيبه مؤكدا اهتمام بلاده بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائيه والتعاون المشترك مع مملكه البحرين